كنا نسمن على أساس أنه نعطي أغذية كربوهيدراتية زايدة، كربوهيدرات تروح للجسم وتسمن الإنسان. بس أكثر السمنة صار كان تصير شحوم تتجمع في مناطق مختلفة من الجسم. طبعا هذا ذاك الوقت العلم مال قبل 25 سنة الطريقة الوحيدة للتسمين كان هاي. أنا حقيقة صار لنا كم سنة عرفت أنه إحنا مشتبهين، العلم تطور وأثبت أنه الطريقة الصحيحة لزيادة وزن النحفاء هي زيادة العضلات وليس زيادة الشحوم، لأن زيادة العضلات مفيدة تطلع بالجسم أنيق، لكن زيادة الشحوم تولد داء السكري، تولد ضغط الدم، تولد تصلب الشرايين، تولد الأمراض القلبية وخطرة للإنسان. إحنا نريد نزيد وزنك فقط عضلاتك زيتها زين حتى تكون زيادة طبية وزيادة صحية. فنضطر نعطيك تمارين رياضية، نضطر نعطيك تمارين رياضية بالبيت يوميا نص ساعة كافي، ثلث ساعة الصبح ثلث ساعة بالليل كافي، على أنه بيناتها تشرب مي وبيناتها تستراح. يعني من تلعب من تتعب ماكو دقيقة عندك استراحة، تستراح تشرب مي ورا دقيقة تبلش بالرياضة. هاي الرياضة المفيدة، وأدي الرياضة يعني نقول لك مثلا 20 مرة كررها. دكتور من يوصل 18 دكتور بعد قلبي ينشلع، ما أقدر. هي هاي الأخير اثنين راح تفيدك، أخير اثنين هاي من ينشلع قلبك وما تقدر بسهولة تأديها، هي هاي الفائدة بها. ليش؟ لأنه راح أتعلمك على 21 و22 سوي المستقبل. إذا قطعت بال 18 راح تبقى جوا 18، وإذا بالقوة صعدت لل 20 كن على ثقة المرة الثانية تسويها 21 و22 و23 تصعد بها وهكذا. احنا جينات الوراثية للسمنة ما عندنا، احنا جينات سلوكية تعطيك السلوك للغذاء. فإذا كان يدعوك للأكل تاكل خبعت هاي انت راح تسمن، وإذا بالعكس راح تضعف. فأعزائي النحفاء أنتوا لا تخافون، أنتوا ما عندكم أوامر وراثية، أنتوا ما عندكم عامل نحافة وراثية، عندكم عامل سلوكي. أنا أغير العامل السلوكي، العامل السلوكي يمكن تغييره. يمكن نهذب السلوك الوراثي ولكن ما ممكن تغييره، كل شيء وراثي غير قابل للتغيير. لذلك السمين من نضعفه قوله ويدر بالك، ها إذا طخت عدك ترى تروح تأكل تسمن مرة ثانية. عرس رايح شايف مال بلاش وعين ثلاث مواعين جار سحب، مو صحيح. وين سلوك الوراثة؟ هذا يبقى ويا السمين. الضيفة سمن ضعف، سمنته نسى الحكي مالي، نسى النصائح مالتي، عاف السلوك الغذائي رجع على ضعفه. فإذا احنا يمكننا تغيير السمن للضعف وتغيير الضعيف للسمين بشرط أن يلتزمون بالنصائح نقدم لها ما دام أحياء. ماكو شغله، أنت سلوكية وراثية، هاي السلوكية وراثية ليست السمنة وراثية. أعزائي كلش مهمة، ليست السمنة وراثية وإنما السلوكية وراثية.